اليوم ضمن برنامج دنيا دنيا حبيت انزل انا وزميلتي الاء ابو حمدة لنسال عن التوعيه الجنسيه ضمن فقره مش تابو يعني غير محظوره، وسؤالنا لليوم رح يكون هل انت مع التوعيه الجنسيه وما المصدر الافضل للتوعيه الجنسيه؟ تعالوا مع بعض نشوف شو راي الشارع بالموضوع. يلا عمانا بنسأل إنه هل أنت مع التوعية الجنسية؟ طبعاً مع، لأنه إذا يعني من الأساس لازم يكون الطفل موعى، حتى مثلاً لما يكبر ما يبحث على أساليب تانية يتوعى فيها بتكون غلط. طب رأيك شو المصدر الأفضل للتوعية الجنسية؟ الأهل. أي نعم، لأن الأيام هذه أقسم بالله العظيم شيء مو طبيعي. لازم صراحة، صرنا بوقت لازم توعوا في الأولاد، يعني صاروا يشوفوا شغلات من دون ما يفهموا. توعي بشكل غير مباشر. أوكي. أول شيء توعي نظافة جسمه، لما من سنتين سنة ونص كيف ينظف جسمه بطريقة غير مباشرة. الأم البركة فيها هي اللي بدها توعيه، هي اللي بدها تنظفه. من هالنظافة هذه تبدأ تشرح له شوي شوي شوي، ما يبدأ يوعى شوي مع فهمه، وهذا بتقدر أنه يدرك أنه هذا أو هذا. نعم، لأنه كثير منتشرة هاي الأشياء يعني، فلازم أنه البنت بتكون حذرة والشاب بيكون أحذر، فالشاب هو بيعمل أشياء مش عارف شو اللي بيعمله أصلاً لأنه ما بيكون في وعيه، والبنت بتكون مش في وعيها، فهي لازم بتكون ماسكة حالها، وبنفس الوقت أنها ما بتكون غبية، بتكون شاطرة ومسيطرة على حالها. الوقت اللي احنا فيه أكيد، بس ضمن شروط معينة وضوابط معينة. بعصر السوشيال ميديا والنت والتطور الحديث اللي احنا فيه لازم يكون في توعية، بس بطريقة معينة، يعني مش زي ما سبهلل. معها بوعي أولادي بهالحياة اللي احنا فيها، طبعاً بدوعي ابني، طلع الحياة، طلع الدنيا، طلع العالم، بطلت زي زمان. إيش الطريقة أو المصدر الأفضل إنها نوعي أبنائنا جنسياً؟ نكون مع أولادنا صريحين ونحكي لهم في أسلوب تربوي، يعني ما نحكي لهم موضح 100%، بس نحكي معهم في أسلوب تربوي. والله أنا برأيي الحوار بين الأهل والطفل، يعني شوي شوي هو يوعي ابنه بطريقة لبقة وطريقة يعني محترمة. أنت بدك تفهم الولد الصغير كيف جسمه وكيف يحافظ عليه، وبعدين كل يعني بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة ودرجات درجة. أكيد طبعاً. ليه؟ لأنه إذا ما وعينا الأطفال بهاي الشغلات ممكن لقدام يصير معهم أشياء غلط وما يحكوا لأهليهم وفكروا أنهم شغلة عادية، فإحنا لازم نوعي بهاي الشغلة من هم أطفال. والله التوعية لازم الواحد يدير بال الأولاد، ولازم وين كاين وين رايح وين جاي. والله يعني هي مطلوبة، ولكن في حدود يعني مراعاة السن ومراعاة الفكر والمجتمع. يعني احنا في مجتمع شرقي يحتاج بعض الحذر في انتقاء الالفاظ، سواء كان الطفل او الشاب او الاختيار، يعني كل مرحله من المراحل لها يعني يناسبها من الالفاظ والكلام، عشان في النهايه لازم هذا الاشي ينعرف في النهايه، لانه هذه معرفه والمعرفه قوه. من عمر 16 تقريبا انه الاهل يكون لهم دور في التوعيه لأولادهم. أكيد طبعاً، يعني خصوصاً إن هلأ إحنا مجتمعنا لازم يكون في توعية جنسية حتى الناس تتفتح وتصير هيك، يعني فيها كتير خجال، فإنه عشان يحد من الخجل نوعاً ما. دينياً الرجوع إلى الدين ونطورهم ونعلمهم وإيش بحثنا وبعلمنا الدين. لازم يكون في المدارس أولاً، بعدين الأب والأم، هذه أكثر شيء ممكن توعي الأولاد. طبعاً التلفاز بكون غالبا توعية جنسية عن طريق التلفزيون مش بالطريقة الصحيحة. يعني هو نحن بواقع بالأردن يعني مش زي زمان، والأهل تغيروا طبعا. كانت البيئة شوي أنظف، التفكير أنظف، كان في عائلية أكثر بالحارات، أما هلأ اختلف الموضوع، يعني بالحارة نفسها بطلت تأمن إنه الولد يطلع على الشارع. لابد أن يتعرفوا، خاصة في الأهل يعرفوهم في المدارس. في المدارس بالذات بالنسبة للبنات لازم يتعرفوا شيء معنى التحرش، كيف معنى الاختلاط الجنسي، كيف يتعاملوا معاه. يعني بعمر معين. أنا لا، يعني ضد طبعاً. يعني بحس إنه الطفل لسه في أشياء، وهو بالطفولة لسه بفكر في أشياء بده يتعرف عليها غير الجنس.
لسه بعدين لقدام، يعني مثلا في سن المراهقه، هلا سن المراهقه بنقدر نعتبره من صف خامس في هذا الجيل طبعا، فبتخيل انه بس اشياء معينه ولازم حدا اخصائي.